في الأول كده خلينا نتعرف مع بعض واحدة واحدة على جوجل كلاس روم. هعمل شير سكرين، يا ريت اللي ما يظهرش عنده شير سكرين يقول لنا. عشان ندخل على جوجل كلاس روم لازم نكتب اليو ار ال الاول. هتلاقوا اغلب منتجات جوجل بتبدا بايه الخدمه او المنتج اللي احنا عايزين نتكلم عنه، وبعدها بتلاقي جوجل وبعدها دوت كوم. انا بس ايه هوقف الفيديو عندي. الشير ظهر عندكم كده؟ مفيش صوت، الصوت مفيش، مين اللي بيقول مفيش صوت؟ فايزة، أحمد دمرداش، هذا الشاشة بتكبر، هذا ماشي. طيب هو بس الانترنت واضح ان هو بطيء شوية، فعشان كده ايه يا ريت لو في حد يا جماعة فتح الفيديو ويقفل عشان الصفحة بس تبقى الحمد. الإنترنت بعافية حبتين النهاردة. طيب لكن مين وايل يعني لحد لما يفتح الإنترنت؟ خلينا بس كده نتكلم مع بعض سريعا عن إزاي حابين إن المناقشات يبقى مواعيد المحاضرات تبقى إمتى. لو هو مناسب بالنسبة لكم يوم الجمعة، مش عارف هي مناسب ولا إيه، هل مناسب بالنسبة لكم يوم الجمعة ولا تحبوا غيروا يوم خليه يوم تاني ولا ايه؟ طيب تمام. والساعة 10 ده كويس ولا متأخر ولا بدري ولا ايه الوضع يعني؟ تحبوا يبقى الساعة كام يوم الجمعة؟ عشرة كويس؟ اوكي تمام خلاص ماشي. يبقى ان شاء الله احنا في الاوقات طبعا، بس هو مش هيبقى كل اسبوع يعني، احنا هنحاول طبعا ان هو يبقى كل اسبوع على قد ما نقدر طبعا نظرا لوجود التزامات تانية، ولكن ان شاء الله يعني نحاول على قد ما نقدر ان هو يبقى يوم جمعه، كل يوم جمعه في الساعه 10. الساعه 10 مش عارف مين كباري، فبيقول كباري بيقول لنا ايه 10 احنا في الشتاء. طب ماشي يا عمي، احنا عارفين احنا في الشتاء 9 بس هي بدري شويه لان الناس كلنا بنشتغل، فساعات بنخلص وقت متاخر. انا شخصيا لسه جاي اهو دلوقتي فيا دوب لحقت، فيعني الساعه 10 يبقى كويس، 9 هيبقى بدري. حبيبي الدنيا شتاء، ما انتوا قاعدين في البيت يا جماعه يعني انتوا في الشتاء وقاعدين في البيت يعني، خد البطانيه كده واعمل كوبايه شاي دافي حلوه لذيذه واقعد اسمع المحاضره. طيب anyway خلينا دلوقتي احنا نشوف جوجل كلاس روم. هو فتح دلوقتي، فانا عندي كلاس انا عامله هو خلاص. عشان تبقى عندك كلاس روم في الاول لازم تسجل، اول حاجه تكتب اليو ار ال خلاص اللي هو جوجل كلاس روم دوت، تكتب كلاس روم دوت جوجل دوت كوم. وهو ليه وجهتين يعني، ليه واجهه بالعربي وليه واجهه بالانجليزي زي كل منتجات جوجل، لكن بما ان انا بستخدم المنتجات بالانجليزي فبالتالي هو ظاهر لي الواجهه بالانجليزي.
لكن يعني لا يزال ان انتم ممكن تستخدموا الواجهه دي بالعربي. علشان تنشئ يبقى عندك كلاس في الاول، في علامه بلس هنا، علامه الزائد دي، اول ما تقف عندها لك create or join a class. يعني لو انت طالب او تبقى انت معلم، فلو معلم طبعا هتكريت، هتبقى هتنشئ فصل دراسي، لكن لو انت طالب هتجوين، هتنضم ليه فصل دراسي. فانا عايز دلوقتي اكريت كلاس. طب الطالب يعمل ايه؟ الطالب يعمل جوين. هو المدرس already created a class، يعني هو مدرس انشا الفصل فعلا، لكن الطالب عاوز ينضم للفصل اللي هو انشاه هذا المعلم، او انشاه المعلم بتاعه يعني اللي بيدرس له. فبالتالي هنعرف دلوقتي ازاي ممكن الطالب ينضم. ولما ينضم على كلاس مثلا، لو انا دوست جوين هنا، فهتلاقيه بيسالني بيقول لي ايه؟ بيقول لي ask your teacher for the class code then enter it here. يعني المدرس اللي بعد ما بينشئ الفصل، وزي ما هنشوف دلوقتي ازاي الفصل بينشأ، هيطلع له كود كده. الكود ده كود مميز بحيث يديه للطلبه بتوعه، واللي الطالب لما يجي يدخل يدوس على علامه زائد اللي فوق دي، ياخد الكود او الرقم اللي المدرس اداهوله، سواء رقم او حروف بقى، بحيث ان هو يقدر ينضم للفصل مع زمايله خلاص ويبدا دراسه يعني. لكن دلوقتي طبعا انا مش هدخل كطالب، انا هدخل كمدرس. فعشان اكريت كلاس اعمل جوين كلاس. وطبعا انت ممكن تنشئ هنا اي عدد من كلاسز، يعني من المجموعات الدراسيه. انا عامل واحد اوريدي هنا، بس خلينا نعمل واحد جديد اهو. هعمل هنا جوين، سوري، هعمل كرييت، ادي كرييت كلاس using students. اقول له I've read، ماشي، واقول له continue. تمام. هنا بيقول لي class name required، عايز اسميه ايه؟ يعني انا مسميه مثلا الصف الاول، ماشي. الماده مثلا الصف الاول ده اولى ايه؟ اولى تاني، اولى تالت. مثلا الماده تبقى اسميها علوم، خلاص، واقول له create. هيبدا ان هو ينشئ لي فصل افتراضي. تمام، عمل لي هنا خلاص الفصل الافتراضي اهوت، تمام، وحط اسمك وحط صورتك، والدنيا هي بقت جاهزه على طول. ده في ثواني يعني، النو تايم يعني، مجرد بس ما تكتب اسم كلاس هو على طول بيروح مدخلك وعامل لك ايه كلاس. عايز طبعا تختار صوره للكلاس بحيث تبقى يعني مميزه، فتقول له سيلكت كده من هنا، يا اما تابلود فوتو. طبعا لو انت عايز تابلود فوتو او تغير الصوره بتغيرها، او انت تختار حاجه من الخلفيات الموجوده. يعني ليك حريه الاختيار في ذلك. تمام. طيب انا هعمل كده ريفرش بس عشان خاطر ايه الدنيا هنا واقفه. مش تكتب على الشات، تكتبوا على الشات، قولوا في شهادات التدريب. في شهادات التدريب، اي نعم، في شهادات. I know that you know you want certificates. فانا جهزت لكم شهادات وهحط لكم اللينك طبعا في نهاية المحاضرة. طيب خلينا نشوف دلوقتي. انا دلوقتي عملت كلاس، ماشي. طبعا الفصل هنا ما فيهوش طلبة، فاحنا محتاجين يكون عندنا طلبة عشان نبدأ ندرس بقى. طيب ايه الخطوة الثانية بعد ما انا عملت انشأت الكلاس؟ هتلاقي في كلمة students هنا فوق، خلاص، في عندك 3 sections، يعني التلات اقسام اساسية علشان تختار ما بينهم. يعني كل واحد فيهم، اولا الستريم دوت هو الصفحة الرئيسية دي، زي الصفحة مثلا نسميها صفحة الجروب بتاعك على الفيسبوك، او الصفحة بتاعتك الشخصية على الفيسبوك، دي اللي بتحط عليها الحاجات، بتظهر للناس اللي هم اعضاء عندك في الصفحة او لاصدقائك او كذا. يا ريت يا جماعه ما حدش يشخبط على الصفحه، بس يعمل لي انوتيشن الحاجات اللطيفه دي فانا هكلير، بس يا ريت ما حدش يشخبط على الشاشه تاني. يعني فبالتالي انت دلوقتي محتاج ان يبقى عندك طلاب. فالخطوه الجايه ان انت محتاجين ندخل الطلاب. هتدوس على السكشن بتاع الستودنتس اللي هو فوق دوت اللي في النص، تمام. هتلاقيه كاتب لك هنا كلاس كود اهو اللي على الشمال ده، شايفينه ظاهر عندكم؟ اللي هو 9CLU67 دوت، تمام. طب في التالي انا عايز مثلا دلوقتي اديسبلاي كده اشوف الرقم دوت اهو، الظاهر الرقم اهوت بتاع الكلاس. عايز تكبر برضو، ادي كبر لنا الكود خالص. اذا دوت الكود
اللي انا لو خدت منه كده كوبي نسخته عندي، اقفل بقى الصفحه دي كده تمام، واجي انا ابعته لكم في شات هنا، اقول لكم ادي يا جماعه الكود بتاع الكلاس. ماشي، يبقى ادي الكود بتاع الكلاس. فبالتالي يا ريت حضراتكم دلوقتي تدخلوا على الناس اللي داخله من الكمبيوتر، يعني of course this will be easier for them، يعني الناس اللي داخله من الموبايل هيبقى الموضوع ايه مش سهل شويه، لان كمان في ابلكيشن بالمناسبه لجوجل كلاس روم، يعني تقدر عن خلال جوجل بلاي تنزل عندك كلاس روم. طيب فريق الناس اللي فاتحه دلوقتي من الكمبيوتر يفتحوا لنا، يدوس على اللينك الاول خلاص، اللينك بتاع جوجل كلاس روم، وبعد كده لما يفتح لهم اللينك يسجلوا دخول خلاص. والخطوه اللي بعد كده هتلاقوا في علامه بلس كده زائد موجوده فوق او اليمين او الشمال على حسب انتم فاتحين من عربي او انجليزي، وبعد كده تكتبوا لي بقى الكود. اما يطلب بقى كده تدخل هتقول له جوين، يعني تكتب انضمام مش تنشئ فصل، تعمل انضمام لفصل، وتكتب عندك الكود اللي انا كتبته لكم دلوقتي اللي هو 9C، اللي هو هعرضه دلوقتي برضه على الشاشه تاني مره تانيه هنا اهو الديسبلاي. ادي الكود اللي انا عايزكم تكتبوه اللي هو 9CLU67 خلاص تمام. يبقى دي اول طريقه ان انت يكون عندك طلاب جوه الكلاس. طيب انا ممكن انفايت الستودنتس بقى، ممكن لو هم الطلبه انا اوري لهم الكود ده امتى، لو احنا مثلا في فصل حقيقي، يعني هو فصل في مدرسه، وانا اوري لهم الكود اقول لهم الشباب ادي الكود بتاع الكلاس بتاعنا دوت اللي هيبقى احنا علينا الشغل بتاعه، يعني احنا هنبقى في المدرسه طبعا في جزء بندرسه وفي حاجات هتتم اونلاين، فانا عايزكم تجوين تدخلوا معايا على الكلاس وادي الكود بتاعه وتظهر لهم الكود جوه الفصل. لكن لو هم انتم مش موجودين مع بعض في نفس المكان وهم مش هيقدروا ان هم يشوفوا الكود دوت، فبالتالي ممكن تبعت لهم انفيتيشن على الايميل خلاص، دعوه يعني على الايميل، يبقى انفايت ستودنتس من هنا ويقول لك ايه تايب ا نيم اور ان ايميل، يعني تكتب مثلا هنا ايه، يجيب لك مثلا اي اسم، اكتب علي، يقوم هو يدور عندك في الكونتاكتس بتاعتك اصلا اللي على الايميل حد يعني بيبدا اسمه بعلي، فانا اختار مثلا ايه مين 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 خالد علي زميلنا بتاع البحيره، ادوس الانفايت ويروح الانفيتيشن بقى لينك على الايميل يقول له المدرس بتاعك بعت لك اللينك ده وتدخل الكلاس. طيب عندنا استاذه همة دخلت اهي بالفعل، الاستاذه هنا دخلت برده، والاستاذ علي طبعا ما دخلش، خالد علي ما دخلش لان هو انفايتد يعني لسه عامله دعوه، هو لما يقبلها بقى يبقى ايه يظهر اسمه داخل الكلاس هنا. تمام كويس خالص. تمام دلوقتي انا عندي، هنفترض ان انا عندي الكلاس اهو موجود وعندي الاثنين الطلاب بتوعي مس همت ومس هنا، فانا لا يزال دلوقتي عندي الحريه ان انا انرول ذم، ان انا ادخلهم جوه الكلاس، او ان انا ريموف ذم، ان انا اشيلهم من الكلاس. فممكن ابعت لحد منهم ميل، يعني انا اظل كده اعمل تشيك هنا جنب الاسم كده، وبعد كده ادوس على اكشنز وادوس اختار ايميل ابعت لهم ميل او ريموف اشيلهم من الكلاس او اعمل لهم ميوت ما يقدروش يشاركوا باي حاجه. طيب صديقي العزيز اهو دخل خالد شبانه، الاستاذه فايزه، منورين يا شباب. الشباب متعلم. ويلكم باك. واحمد مرداش كويس، الناس بدات تدخل اهو، يعني الدنيا ماشيه تمام مفيش اي مشاكل. لو الناس لسه الباقيين مش عارفين ازاي يدخلوا، الخطوات ان احنا في عندكم لينك في الشات google.com، وعندكم كود علشان تدخلوا، علشان تجوين الكلاس دوت لازم تدوس على علامه بلس اللي هي موجوده عندك في الصفحه الرئيسيه بتاعت جوجل كلاس روم، وجوين بقى تكتب جوين، تختار جوين ما تختارش كرييت عشان خاطر يدخلك عندك. حلو قوي. طيب دلوقتي انا عندي هنا
الطلبه بتوعك اللي انا هدرس لهم جوه الفصل، هذا الفصل الافتراضي الجميل. طيب انا عايز دلوقتي مدرس تاني يساعدني، يعني مش انا لوحدي اللي هبقى المدرس في الفصل ده، انا عندي مدرس تاني احنا بندرس مع بعض، وهو سواء هو assistant teacher مدرس مساعد ليا، او يعني مدرس اساسي main teacher in this class. فانا invite teacher برضو بنفس الطريقه، كويس كليك وبعد كده اقول له عايز تعمل invitation لمين، عايز فلان الفلاني بيبدا اسمه بحرف الام، ماشي ادي ام كده، يديني ايميلات كليك وعلى طول انفايت، يروح ايه داخل لك هنا، يبقى هو كمان معاك تيتشر نفس الحكايه هنا، وحط صورته والدنيا تبقى ستيبل. طيب تعالوا نشوف دلوقتي، نرجع تاني للستريم، ازاي هبدا بقى انا اعلم للطلاب؟ الخطوه اللي جايه ايه؟ الخطوه اللي جايه ابدا انشئ لهم بقى علامه زائد اللي تحت دي اللي على اليمين، خلاص هتلاقي جايب لي كذا اختيار، يا اما ريوز بوست، ده في حاله لو انا اصلا يعني حطيت لهم واجب قبل كده يعملوه، او حطيت لهم امتحان يحلوه، او لينك يتفرجوا عليه، اي حاجه يعني، وحابب ان انا اعيد نشر هذا الموضوع تاني مره تانيه، خلاص من غير ما انا اقعد انشئ بقى الحاجه من اول وجديد، لا ادوس هنا ريبوست ريوز ذا بوست، فبيعيد لي نشر حاجه بس انا كنت نشرت، بس انا طبعا ما عنديش حاجه دلوقتي هنا، فبالتالي لازم انشر الاول. بيقول لي هنا اسك كويستشن، اسال سؤال، فهدوس كده كليك واقول له ايه، ادوس على اسك كويستشن، فيقول لي نسال سؤال. طيب بيقول لي انت عاوز، انت عندك هنا، انت خلي بالك انت في الفصل الاول وعايز تسال السؤال ده لمين، هل اساله لكل الطلبه ولا هتساله لحد معين؟ ماشي، فانا مثلا انا عندي مجموعات، مقسم الطلاب لمجموعات تعلم ناشط بقى والكلام لطيف، فانا هختار مس فايزه ومس هنا مثلا ان انا ايه اسالهم هذا السؤال، او ان انا هسال كل الطلبه في نفس الوقت نفس السؤال دوت، يبقى انا اعلم على كل الطلبه. فبيقول لي هنا السؤال اسمه ايه، انا بدرس علوم مثلا، فانا هكتب ما مثلا يعني بالعربي ما ابعد الكواكب عن الشمس، خلاص. طيب لو في اي تعليمات معينه انت طالبها بخصوص الاجابه على هذا السؤال، يبقى قول للطلبه يكتبوها لك، مثلا انت عايز منهم الاسم بالعربي وبالانجليزي مثلا، يعني مش بالعربي بس، وبالتالي قول لهم هنا ان هم كده. طيب هل انت السؤال دوت محدد له وقت معين علشان خاطر الطلاب يقدروا يجاوبوا، ولا سايب الوقت مفتوح؟ فلو افترضنا ان انا النهارده مثلا جمعه وانا عايز الطلاب يجاوبوا على السؤال دوت بحد اقصى بكره بالليل، خلاص؟ طيب فانا هختار تاريخ، هختار هنا اول حاجه الديت، بكره بالليل دوت يعني النهارده ايه جمعه واحد، بكره السبت ادي اثنين، وعايز التايم برضو يبقى الساعه 12 بالليل، او الساعه يعني بالوقت برضو، يعني انت تختار الايه الوقت واليوم والتاريخ. طيب التوبيك دوت تبع انهي وحده، ممكن تكتب برضو انا هعمل الوحده الثانيه، انا هعمل الوحده الثالثه، دي وحده مش عارف الكواكب، بحيث تقسم الدنيا تبقى الدنيا مظبطه يعني عندك، تمام ماشي. فبيقول لي هنا نوع السؤال ده ايه؟ مالتيبل تشويس، انت تديهم اختيارات ولا هو يكتب اجابه من عنده؟ فلو هو مالتيبل تشويس لازم تكتب ايه هي التشويسز، الاختيارات بتاعتك، هنا تقف وتكتب الاختيار الاولاني ما ابعد كواكب عن الشمس، تكتب بقى نبتون مش عارف ايه، الارض، عطارد، تختار لهم شويه حاجات كده يعني، او شورت انسر لو الطالب نفسه هيكتب ايه هي الاجابه. كويس؟ طيب هنا بيقول لي students can reply to each other، هل الطلبه يقدروا هم يعملوا ريبلاي، يردوا على بعض كده، واحد يكتب اجابه فالتاني يرد عليه يقول له لا يا ابني اجابتك دي غلط او اجابتك دي صح، برضو انت ممكن تعمل تتحكم في النقطه دي من هنا، يا تشغلها تخليها بالاخضر كده بحيث الطلاب يقدروا ان هم يردوا على بعض، او انك ديسيبل يعني توقف الحكايه دي بحيث ان هم ما يردوش على بعض. طيب الطالب دلوقتي جاوب، هل ليه حريه ان هو يعيد تعديل الاجابه ولا لا؟ فانت برضو هنا دي لو انا عملت دي بقت خضراء كده، فالستودنتس كان ايديت ذير انسرز، يعني يقدر ان هو ايديت الانسر، انما لو هو عملتها كده يبقى الطالب مش ايه مش هيقدر يعيد الانسر. في ايه تاني؟ طبعا جوجل بتحب ان هي تدخل منتجاتها في بعضها كده، تخدم على بعضها، فانا ممكن هنا اتاتش فايل، انك ترفق ملف معين بيتكلم عن الموضوع، مثلا شرح الكواكب، وهنا جوجل درايف، انت عندك جوجل درايف بتاعتك، ودي نقطه مهمه جدا ان انت بتستخدم جوجل درايف
وحده التخزين بتاعت جوجل الافتراضيه، انك تحط عليها ملفاتك وصورك وفيديوهاتك ومش عارف ايه، فانت ممكن ايه تاتاتش او انك ترفق حاجه من ضمن الحاجات بتاعت جوجل دي جوه السؤال، او ممكن تحط فيديو من على اليوتيوب بيتكلم عن الكواكب بيشرح الكواكب، او تحط لهم رابط هنا بيتكلم عن برضو موضوع الدرس، والطالب بعد لما يشاهد الفيديو او يشوف الرابط يقدر ان هو يجاوب عليه. او لو مش عايز تعمل حاجه من دول خلاص، الطلبه هم اصلا اخدوا الدرس في المدرسه، بتقول له اسك هنا اسال، فبيروح هنا ايه سائل. تمام. جنب السؤال كاتب لي ايه؟ كاتب لي هنا done و not done، عندي كام طالب جاوب وكام ما جاوبوش. يا ريت بقى الاساتذه الزملاء اللي معانا دلوقتي يفتحوا الصفحه بتاعتهم وفي الستريم في الصفحه اللي هنا كويس ايه يجاوبوا، يبداوا يجاوبوا عشان يبان لي هنا كام واحد جاوب وكام واحد ما جاوبش، ونبدا على الاساس دوت نديهم ايه الدرجات بتاعت هذا السؤال. طيب هنا على الشمال بيقول لي برضو نقطه مهمه، السؤال دوت ميعاده يخلص امتى؟ فبقول بيقول لي ديو تومورو، ده بكره ميعاده اخر ميعاد ليه، الطلبه مش هيقدروا يجاوب عليه الساعه 11:59 دقيقه بي ام بالليل. كويس. بس فانا دلوقتي عندي هنا المفروض الطلبه بتوعي اشوفهم كده. تمام كويس، يلا ابدا اتفضلوا جاوبوا، هديكم كده دقيقتين عم تجاوبوا على السؤال ده. طيب تعال نشوف كده في حد جاوب على الأسئلة ولا لسه. عندي اتنين اهمت، ادوس على كلمة done هنا فهيجيب لي الاتنين اللي done اللي جاوبوا، مس فايزة ومس همت. كويس. النوت done اللي ما جاوبش هنا وخالد شبانة واحمد الدمرغاش. طيب هنا حتى كتبوا بلوتو، حتى كتبوا ايه كذا، فانا دلوقتي ادي درجه بقى مثلا، لو الدرجه صحيحه مثلا اديهم مثلا هنا 10. الدرجه من كام؟ هنا بيقول لي عدل الدرجه بتاعتك، لو مش عايزها تبقى من 100 قول ده السؤال ده من 5. ماشي، ابديت الفاليو. ماشي، وهنا هقول مثلا ايه نبتون. ماشي 5 من 5 من 5، and هنا مثلا كذا. تاني يقول له ايه ادوس هنا ريتيرن.